أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للوقف، ما هو شرطه؟ وهل يجوز نقل الوقف من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد؟ الوقف يشترط أن يكون على بر، كالصدقات والإنفاق على المساجد أو تعليم القرآن، كن على بر، أو للمحتاجين والمساكين، هذا يكون الوقف على بر. نعم نعم. يقول نقله من مكان إلى مكان، هذا يرجع به إلى المحكمة الشرعية تنظر في هل يسوغ نقله أو لا يسوغ نقله.